لان هذا هو الشارج من الداخل، باقي فيه الاتربه، الصوار في الجناب ديالو راه خدام تيبلطو فيهم، تيبلطو في الجناب. اذا كتلاحظوا العمال هاد الجهه اللي على اليسار راه بادين فيها النص، فيها تقريبا في العلو، وهذاك يعني راه تيحيدوا داكشي اللي عياني، يعني خصهم يبنيو داكشي على الصح. راه العمال الاخرين ملهيه من جهه زلايقه، هذيك البلاصه اللي لهي اللي محدوره، حنا تنقولوا لها زلايقه. يعني كاينه الخدمه، كاينه الخدمه تبارك الله، خدامي هاد الحيط اللي من هنا ها هو، تبان لكم ديك الاليه ها هو لهاد الشيء خدامي. لهي راه مقاد، كاين مجموعه ديال الاتربه خصهم يخرجوها الله اعلم ولا تيخدموا بها. المهم ديك الجهه راه خدامين فيها مزيان، تيحيدوا داك الحجر يعني باش يبنيو داك الشيء على الصح، خدمه متقونه تبارك الله عليهم. اذا هو هذا الشارج السواني. الخدمه هنا طالع عليا جور، كاينه الخدمه تبارك الله. دابا على حساب الكلام ديال واحد المعلم هنا خدام، قال لي من لهيه كاين 3 متر ومن هنا كاينه تقريبا شي 8 متر، لانني تيبان كاينه البروفوندور هنايا، وهذا هيبل ياجور هنا من فوق من مور السور هما زايدين متر، هيبل بيزيي بداك الياجور اللي طايب. عاد كيديروا له ينكوش اللي بروتيكتريس اللي كتقاوم الماء وتتقاوم الرطوبه اللي ما تيدخلهاش الماء. اذن هذا هو الشريج. اشغال تاع اليوم، يوم الخميس، يوم الخميس 15 شهر 6 2023. شوف داك الحيط اللي قدامنا، حاول نزومي لكم. هنا الاشغال في جهة الباب، خلاص شوفوا الجهة الاخرى. وده الاشغال مازال خدامه هنايا، هم تيعمروا هاد البلاصه بالبيزي طريقه باش غادي. الباب هذا الباب، هذا هنا الباب. لي زوفريه طالعين في الدروج، دايرين دروج تما سلوم. هاد الحيط قول قريب يساليوه، واحد السيمانة يساليو هاد الحيط، هاد هاكي خصو يولي بحال هاد الطرف اللي من هنايا، هاد الطرف اللي من هنا مادة عازلة يعني الماء ما يدوش.
يا دي الباب. هذه مدرسة المعلمات القديمة والأكاديمية. هادي كنشوفو شوفو في الأسوار، غندور عاود للجهة الأخرى باش نتقابل مع الباب. لاحظوا هاد الحيط هذا اللي مقابل مع الباب ديال الأكاديمية أو مدرسة المعلمين القديمة. هذا كامل، هذا الحيط، هذا كامل الخدمة ديالو. خدامه دابا راه دايرين بوز، راه وقت الظهر، هادي وقت الغداء. كيف في داك الشارع ما كنشوف واحد. والناس اللي كيقولوا على تيهضروا على المشروع هذا، راه غادي نورمالمون غادي يتسالى او خاصو يتسالى في الاخر ديال هذا العام هذا. يعني المشروع بادي من 2019 ل 2023، 2023 خصو يسالي، ولكن الا ما حسبوش داك العام اللي وقفوا ديال كورونا فاش كانت الاشغال واقفه. سيريج كي كانت تصاور هادو. شوفوا الداخل، هذاك الحيط اللي مليت سالا باقي شويه من الفوق من اللي راه خدامين فيه. شويه من اللي هاد الحيط هذا تسالا هو حتى الباب. هاد الجهة من هنا حتى هي تقريبا ما بقاش فيها وتسالا، باقي شويه لهي هو فوق جهة المحبة كاين داك الكاميو الكبير. خدمة نيت دابا بان الصور، يعني واضح داكشي جميل. هذا كمل كامل هاد الجهة هادي. عاد نشوفو الشي الاخر. هذا هو الشريج، الشريج سواني. اليوم الخامس، اليوم السابع شهر شو تنبير، يعني بدات تتبان المعالم. تنظن غيساليو في الوقت. حتى السور اللي من لهي بقى فيه شي شويه شويه تقبط لكم، راه هو اللي في القنت جهه المحطه. نتمنى تكون الصوره واضحه. حتى داك السور دايرين له السرير. دايرين له الجناب ديالو الخشب و تيدكوه باش يقدوه مع الباب. إذا الشهريج هو هذا.
هاد الجاولات مزيانه. نصور لكم من الجهه الاخرى عاود شويه تشوفوا هاد السور اللي هنا من جهه الباب، حتى هو ناضي، حتى هو فيني ناضي، ها هو بلا تيراس ديالو بكلش. تمن هنا هادي الجهة اللي حدا الباب، هادي من هاد البلاصة تيحفروها، عاد تتبان لكم ولا لا، مع الكرياج بلاصة تيحفروها تيقادو، مازال غادي يعليوها. المهم تيحفروها على حساب هاد السيد هذا اللي خدام هنا، يمكن قال لك يدوزو شي قادوس، ولكن الله أعلم، ربما ما كان عندوش أخبار مؤكدة. أذان صلاة الظهر، هذا الجامع تنسمع يمكن ديال بني محمد، هذا مازال ديور الجداد مازال ما بدا. لا هذا ما شوفه، هذا ملوف، هذا يمكن ستينية هذا اللي كنسمعو من مورانا. وهذا السريج، سريج سواني، الباب ديال جنير من الحليمة هذاك. هذا هو سريج سواني اليوم، سريج سواني اليوم. كنشوفو هنا على هاد الجنب، راه خرجوا لي بروجيكتور الماء، هاد الساقية هادي. نصور لكم من الجهة الأخرى، هدا السهري السواني اليوم، يوم السبت، يوم السبت 14 أكتوبر.
خارج سواني اليوم الأربعاء، اليوم 15 نوفمبر، وهذا بداو تيقادو الأرضية، يعني جمعوا داك البقايا، تجمعات واحد الجهة. راه الله قلق، حاول نزوميهم. مساهلش التصوير مع الكرياج. دونك هو هذا شهريج السواني اليوم، الاسوار كلها كملات، الجانب ديالو كامل. جمعوا الأتربة، جمعوها في بلايص وحده باش يمكن تجيهم العمليه نتاع شي حيدوها. الله قلق ناضو. تبارك الله. تبارك الله. بقاو هاد المكان آمن، جاو تيقيلو فيه، وما ساكنين في دوك الأبراج اللي قدامنا، يعني لهيه ديك الأبراج اللي قدامنا تما ساكنين، فين تتبان الصومعة تما ساكنين. هذاك اللي من لهيه شاري السواني رقم جوج. هذاك باب العودة، وهذاك شهريج السواني هو هذاك.
هذه الطلعه ديال لا تيراس هي هذه. الحيوط تفيناو كامل الحيوط، باقي شويه هاد السواقي كيبداش يدوزو، هاد الاناره كيدوزو، هاد لي بروجيكتور هنا الحيط. شهريج السواني، اليوم السبت، اليوم 13 يناير. هادي دابا 12:46.
كملت الشريج كامل يعني حتى الداخل ديالو كرطوه ناضي مزيان. اليوم الجمعة، اليوم 22 مارس، نشوفو شريج السواني نصوروه، شوفوه كي داير. كاين شوية د الماء مجموع. هذيك ديور الجداد اللي كتبان من الجهة الأخرى، مسجد الحسن الثاني.